أهم وأفضل مناطق للسكن في العاصمة الإدارية هم منطقتين، الـ R7 والـ R8. المنطقتين دول تقريبا نفس نسب التميز، جنب بعض وبينهم بس حي السفارات أو الحي الدبلوماسي، نفس القرب من النهر الأخضر ومحور بن زايد الشمالي، يعني تقريبا نفس نسب التميز بالظبط. يمكن منطقة الـ R8 مساحتها أكبر شوية من منطقة الـ R7، وبالتالي كمية الخدمات هتبقى أكتر شوية فيها، لكن اللي بيميز منطقة الـ R7 برضو إنها تستلم قريب. ده بيخلي سعر المتر في المنطقة مرتفع شوية، يعني متوسط سعر المتر النهاردة في الـ R7 حوالي 40,000 جنيه. الفاصل الزمني بين طرح المنطقتين R7 و R8 هو سنتين، لكن سعر المتر في الـ R8 لسه كويس ولسه في المتناول، لسه متوسط سعر المتر في منطقة الـ R8 حوالي 30,000 جنيه. الفرق ده يعمل حوالي 1,000,000 جنيه في كل 100 متر. بيتي أولى بيهم. في شهر 9 السنة اللي فاتت أعلنت شركة دبي عن طرح أول مشروع سكني للشركة في منطقة الـ R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة كومباوند، كان اسمه لوميا 1، وده كان ثالث مشروع للشركة في العاصمة بعد مشروع كابيتال دبي مول في الـ R7، وده مشروع خدمي جاهز للاستلام دلوقتي، ومشروع أوبسيديور تاورز بالداون تاون صف أول أبراج سياحية على محور بن زايد الشمالي والنهر الأخضر. الأسعار في مشروع لوميا 1 كانت بداية سعر المتر تقريبا 22,000 جنيه، النهاردة وبعد سنة واحدة بس المتر في مشروع لوميا 1 بقى 44,000 جنيه، يعني تقريبا زيادة 100%. ده بيمثل مكسب وربح للناس اللي ربنا وفقها وكان ليها نصيب تشتري، وبيمثل عبء على الناس اللي لسه ناوية تشتري. نفس الفرصة النهاردة بتتكرر، شركة دبي بتعلن عن تاني مشروعاتها السكنية بالعاصمة الإدارية، مشروع لوميا لاجونز في منطقة الـ R8 بسعر متر افتتاحي يبدأ من 28,500 وبتقسيط على 8 سنوات. عشان يبقى في سكن وحياة حقيقية في العاصمة احنا محتاجين من 4 لـ5 سنين، وهم دول هيبقوا فترة تسليم مشروع لوميا لاجونز. نتكلم عن مساحة ولوكيشن المشروع. المشروع زي ما واضح قدامنا في 4 اتجاهات، 3 منهم فيو مفتوح يعني مفيش جار. الجهة الغربية بتطل على حديقة ضخمة واحتمال تبقى تخصيص نادي رياضي. الجهتين الشمالية والجنوبية للكومباوند بتطل على مناطق خدمات، مراكز تسوق، مدارس، مكتبة عامة، فنادق. في الجهة الشرقية الجنوبية للكومباوند الفيو بعد منطقة الخدمات هيبقى حديقة مركزية مساحتها تقريبا 40 فدان. يمكن الجهة الوحيدة اللي يبقى فيها جار هي الجهة الشرقية من المشروع، الجار هيبقى كومباوند رايت بتاع شركة ERG، وفي بيننا وبينهم شارع عرضه تقريبا 30 متر. من أسباب تميز قطعة الأرض إن في فيو مفتوح بره الكومباوند لمسافة حوالي 500 متر من 3 اتجاهات، وكمان قربه من المحاور الرئيسية والمحور الفاصل بين حي السفارات والحي السكني الثامن الار 8، يعني المسافة من الكومباوند لحد السفارات لن تتجاوز 600 متر. مساحة الكومباوند تقريبا 38 فدان. الكومباوند هيتعمل على نفس الطراز المعماري اللي اتعمل بيه كومباوند لوميا 1، وكان ناجح جدا على فكرة. يعني فكرة الكريستال لاجون بتميز مشروعات شركة دبي السكنية في العاصمة الإدارية. طيب عرفنا موقع ومساحة وخدمات المشروع، نتكلم عن التايبس اللي هتبقى موجودة عندنا، المساحات والأسعار. هيبقى موجود عندنا استوديوهات تبدأ مساحتها من أول 54 متر ويبدأ سعرها من أول 1,800,000، وهيبقى عندنا شقق غرفتين مساحتها تبدأ من أول 134 متر، ولحد ما كنت بصور الفيديو ده ما كانوش أعلنوا عن سعر الشقق الغرفتين هتبدأ من كام. وهيبقى موجود عندنا شقق 3 غرف نوم ومساحتها تبدأ من أول 148 متر وسعرها هيبدأ من أول 4,900,000. الكومباوند هيبقى فيه دوبلكسات على اللاجونز، الدوبلكس الارضي بجاردن، التايب ده هيبقى اسمه لاجون جاردن هاوس، والدوبلكسات اللي في الادوار المتكرره التايب ده هيبقى اسمه سكاي لاجون هاوس. مساحه الدوبلكسات هتبدا من اول 211 متر وسعرها هيبدا من اول 7,600,000. ما ننساش ان في 300,000 جنيه دول هيبقوا سعر الجروش والنادي الاجتماعي والنادي الرياضي. نتكلم بقى عن انظمه السداد، وهي هتكون نفس أنظمة سداد لوميا 1، 10% مقدم والتقسيط على 7 سنين بالتساوي، أو 15% مقدم والتقسيط على 8 سنين بالتساوي. الحجز مفتوح دلوقتي، حجز الشقق ب 25,000 وحجز الدوبلكس ب 50,000. إيه بقى أهمية الحجز؟ أهمية الحجز إن يكون ليك حق في اختيار وحدتك عند فتح باب البيع. طب ما حجزتش؟
هتستنى لحد ما اللي حجز يختار وحدته الاول بعدين تختار وحدتك. بكده هيكون في دايما اولويه للناس اللي عملت استمارات حجز. استماره الحجز هتخسرني حاجه؟ لا طبعا، لان فلوس الاستماره لو اخترنا وحده وهنتمم التعاقد بتكون جزء من المقدم، ولو ربنا ما كتب لناش نصيب نقدر نسترد فلوسنا بالكامل بدون اي خصم. ازاي نقدر نعمل استماره حجز؟ تحويل بنكي على حساب الشركه او دفع كاش او شيك بنكي داخل مقر الشركه. كل استماره حجز بيكون عليها رقم والدخول واختيار الوحده باسبقيه الحجز. لو محتاج تفاصيل اكتر عن المشروع او محتاج تعمل استماره حجز كلمني على الارقام اللي ظهر على الفيديو وفي صندوق الوصف. كنت معاكم مهندس رشدي سلمان، شركه ديجيتال العقاريه. بتمنى لكم الخير كله واشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.